هاي المحاضرة الثالثة بالفاينانشال انفايرومنت او الانفستمنت انفايرومنت، يعني البيئة المالية. فاحنا بنحكي بالسيبريشن اوف اونرشيب. سيبريشن اوف اونرشيب تعني اللي هو الفصل الاداري او الفصل بين المستويات الادارية. وجاست تو ريمايند يو، نذكركم انه المرة اللي فاتت the previous meeting we talk about the separation of ownership، الفصل في المستويات الإدارية. For instance عندنا البورد اوف دايركتورز. البورد اوف دايركتورز is being elected by the owners. Okay, elected. Then board of directors selected the executives. Okay, so here executive E1, E2, E3, and E4. Then the employees. Now, according to the new regulations in the separation of ownership, the departments, or let's say the board of directors, should be separated from the executive. يعني مجلس الإدارة لازم يكون منفصل عن المدراء. Managers. كمان managers. Be careful. The managers shouldn't have executive functions. مش لازم يكون عندهم executive functions. هذه صارت آخر إشي. يعني بعد 2007 صار ضروري المدراء اللي بيشاركوا في إدارة الشركة في مجلس الإدارة. يعني لو كان عندي أنا هنا مدراء managers. هذول managers should be separate from the executives. مش لازم يتدخلوا في إدارة الشركة. بحطوا هم بس strategies. بحطوا الاستراتيجيات، اوكي، وما بتدخلوش في المهمه التنفيذيه للشركه. ليش؟ عشان حتى المدراء نفسهم لما بحطوا الاستراتيجيز ويطلبوا من الاكزيكتيف المدراء التنفيذيين ينفذوا هذه، بضل المدراء دورهم دور رقابي على الاكزيكتيفز. والا لو كان تدخلوا فيها، فلو كان في خطا ممكن يخبوه. So this is why should be separation between the board of directors and the executives. And in the same vein, في نفس الطريقة الناس الموجودين في البورد اوف دايركتورز مش لازم يتدخلوا في أعمال المدراء. Okay? Exactly. Yeah. They are setting the strategies. بحطوا الاستراتيجيز and they are observing what the executive doing. يعني هم بحط بيطلعوا بشوفوا براقبوا ايش الاكزيكتيف بيسووا. المدراء التنفيذيين. And in the same way كمان هدول الاكزيكتيفز، هدول الناس الموجودين بالمدراء التنفيذيين، مهمتهم تنفيذ العمل حسب what is the strategy saying. حسب الاستراتيجيه شو بتحكي. يعني بده يكون هم عملهم مرتبط بالاستراتيجيه. ما بتدخلش البورد اوف دايركتورز بشغلهم. اوكي، كمان هم ما بيتدخلوا في البورد اوف دايركتورز. البورد اوف دايركتورز هم اعضاء مجلس الاداره. Did you write it؟ اوكي، سو البورد اوف دايركتورز هم اعضاء مجلس اداره. كمان مره، هذول اعضاء مجلس اداره بس بحطوا الاستراتيجيات. They are setting the headlines، الرؤوس العامه للشركه. اوكي، وبعدين they send it off to the executives، المدراء التنفيذيين. المدراء التنفيذيين ما عليهم الا يقوموا بتنفيذ هاي المهام. اوكي، لكن شو اللي صار؟ اللي صار انه المدراء التنفيذيين الاكزيكتيفز اور ذا اكزيكتيف مانجرز صاروا they prefer their personal objectives rather than the strategies. صاروا يفضلوا مصالحهم الشخصيه على مصالح الشركه. اوكي، سو وات از ذا سوليوشن؟ The corporate governance. الحل هو وجود الكوربريت جفرننس اللي هو الحوكمه اللي هي احنا بنحكي فيها بالكوربريت جفرننس. طيب شو الكوربريت جفرننس؟ What it means؟ الحوكمه. تفضلوا. الحوكمه شو معناها؟ What it means governance؟ يلا نترك الاجابه لكم. تفضل احكي بالعربي. صح، يعني هي عبارة عن rules regulations that organize the relationship between the owners
and the executives or the board of directors. مين عنده كمان شغلة؟ اوكي تفضل. صحيح. وأيضا هي من مكونات تقليد مؤسسة على المدى البعيد لتحقيق المسؤولية. أوكي صح. أوكي. The set of laws and the decisions to achieving quality and excellence in performance by selecting the operation method to achieve the plans and the objective. Okay, so according to your definition, it means the executives are free to select the policies or the how to transfer the transactions into strategies. يعني خلينا بإيش اللي بصير. هدول بحطوا الاستراتيجيز. اوكي هدول اللي هو الاكزيكتيفز they translate strategies into actions. يعني بيحولوا الاستراتيجيات الى افعال. اوكي into actions. These actions should be linked with the strategy. لازم تكون مرتبطه بالاستراتيجيه. Okay. For instance, على سبيل المثال, the main business strategy of the firm is to maximize the shareholder firms or to maximize the firm's value. يعني الاستراتيجية الأساسية اللي هو maximize firm value. يعني تعظيم قيمة المنشأة. تعظيم قيمة المنشأة. هذا الاستراتيجية الأساسية. Now the executive asking themselves, what are the actions should be taken to translate the firm's value? يعني ما هي الوسائل اللي احنا لازم نستخدمها عشان حتى نقوم بتحقيق الاستراتيجية. Okay, this is a big question. Okay, for instance, if we talk about Apple, and you know Apple, شركة Apple. So the Apple, the strategy of Apple is to maximize the firm value. Now, this question is sent off to the executives. بنبعث للexecutive. And the executive sets the actions. هم دورهم يشتغلوا. طيب, ايش حيسوا الexecutive? السؤال كبير انه هم بدهم يعظموا الفان فاليو. طيب, ايش أبل لازم تسوي? المانجرز تاعون أبل, شو لازم يعملوا? المدراء التنفيذيين. عشان يحققوا هذا الهدف. Okay, how? خلينا. Okay, okay, they follow the rules of the board of directors, but how they transfer these into actions? يعني هل عملوا مثلا الايفون 4 والايفون 5؟ شو اللي جديد اللي صار بال okay, isn't competition compete the word regarding the product of the iPhone? يعني مثلا بدهم يضيفوا ويعملوا developments. على الايفون هذا الديفلوبمنتس بيكون هذا ديفلوبمنت يعني على مستوى العالم بحيث كل ما زادوا الديفلوبمنتس تبعت الايفون اللي بيصير الكاستمر بيزيد شراؤه لهي الايفونز حتزيد الارباح حتصير زياده للماكسمايز فاليو. اوكي فهم بيصيروا المهندسين الموجودين هان والماركتينج وكلهم بيشتغلوا مع بعض هاو تو امبروف ذا كواليتي اند ذا سيرفيسز اوف ذا ايفون 5. تمام ايش السيرفيسز ايش الفاسيلتيز كلها هاي فبالتالي البورد اوف دايركتورز بس حطوا جنرال استراتيجيز وضل هدول دورهم هاو تو دو ذس كيف ان هم يشتغلوا ويحققوا النتائج بتاعت الاستراتيجيز هلا الاستراتيجي هدول اكزيكتيفز بعد ما يحققوا هاي الاهداف الاوبجكتيفز بيجي دور البورد اوف دايركتورز تو سي بده يشوفوا هل هدول حققوا what we are saying or not? هل حققوا ايش اللي احنا بنحكي فيه ولا ما حققوش? فصار دورهم ال board of directors is like auditing. يتأكدوا من انه ال executives بيشتغلوا حسب ما يحتاج ال طيب. ايش كمان له علاقة ال corporate governance? انت كنت بدك تحكي. اوكي. Is the act of governing related to decision that define expectations. Expectations. توقعات يعني. It consists of either a straight process of part of the decision making okay. Or leadership process. Okay. So هي زي ما تفضلت عن انه يا بنعمل separation في leadership
انه يكون هذول البورد اوف دايركتورز هم بس بحطوا الاستراتيجيز and they are responsible on this. بعدين الليدرشيب الموجودين في الاكزيكتيف ليفل just to focus on leading the business. Okay. How we can do the corporate governance? It should be transparency. You know what means transparency? Transparency it means الوضوح, الشفافية. الشفافية. يعني مثلا البورد اوف دايركتورز يكون واضحين, الاستراتيجيات تبعتهم واضحة, الاكشنز بتاعت الاكزيكتيفز لازم تكون واضحة. فبسموها ترانسبرنسي. سمعتوها ترانسبرنسي. فمن احد مبادئ الكوربريت جوفرنس انه الاكزيكتيفز هم بينفذوا الاستراتيجيات, تكون هاي الاستراتيجيات واضحة and linked with the strategies. تكون فيها وضوح فيش فيها غموض. Okay? Why? Because sometimes executives they try to achieve their own objectives. بدهم يحققوا أهدافهم. They should declare that these objectives are linked with the strategies. لازم يكون واضحين إنه هذه الأهداف هي تابعة للاستراتيجيات تبعت المنشأة. Okay? فهاي شغلة اسمها transparency. Because the failure of applying the transparency, عارفين شو because of the failure of applying transparency, بسبب هم فشلوا الشركات المتقدمة, الشركات الأوروبية والأمريكية فشلت تقديم الترانسبرنسي تطبيقها, صار في إفلاس لكثير شركات. أوكي, أهم هذه الشركات كانت world.com. أوكي, أو worldwide company. ثاني أهم شركة في العالم, أكبر شركة كانت تنتج الطاقة بالعالم, هي شركة إنرون. وأنا يعني I recommend you to read why Enron fail. ليش إنرون خسروا؟ خسرت إنرون بسبب they failed to apply the corporate governance. خسروا لأنهم هم ما طبقوش الـ corporate governance. طبعا أنا طلبت منكم تقرأوا الكلام هذا. في حد عرف ليش إنرون خسرت؟ ليش؟ في صفحة 8 in page 8 أنا حكيت إنه هم فشلوا في تطبيق الـ corporate governance. How they failed to apply corporate governance. حكينا من احد مبادئ هذا الترانسبرنسي, احد مبادئ الكورب جوفرنس الترانسبرنسي, وكمان اللي هو سيبريشن اوف ذا اونرشيب وسيبريشن ان ذا مانجمنت. ليش الانرون ما طبقوش الجوفرنس بشكل صحيح, وبالتالي they lose a lot of money. عارفين كم خسائر انرون؟ كم خسائر شركه انرون مجموع ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على العالم الثالث كله؟ شفتوا قديش؟ شركة إنرون لوحدها لما خسرت, لما صار عندهم دروب, خسروا بمجموع ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على العالم الثالث كله. طيب السبب الرئيسي لخسارتهم, أحد أهم مبادئ الكوربريت جوفرنس لازم يكون في شغلة اسمها أوديتينج. عارفين شو معنى أوديتينج؟ رقابة. أوكي, الرقابة نوعين. Yes, we have internal auditing and we have external auditing. Fine. So the internal auditors, they are manipulate in the financial statements. كانوا يتلاعبوا في إيش؟ في financial statements. And they hire a consultations or a consultants from a particular company. Let's see, Merrill Lynch. شركة ميريل لينش. شركة ميريل لينش هي أكبر من أكبر الشركات المالية في العالم, وكانوا عاملين اتفاق مع أندرسون. شركة أندرسون كانت متفقة مع شركة إنرون يقدموا شغلتين, احفظوهم. أندرسون تطبيق محاسبي. أوكي, يقدموا شغلتين, consultation and auditing. consultation إيش معناها؟ استشارات. يقدموهم استشارات. أوكي,
وفي نفس الوقت ايش يقدموا لهم؟ اوديتنج رقابه. طب بينفع؟ ايش رايكم؟ يعني بينفع انه انا اعطيك استشارات وفي نفس الوقت انه انا اعمل رقابه عليك؟ اذا كان في خطا بيكون خطا من وين؟ من الكونسلتيشن بالضبط. فاذا كان في خطا فايش تسوي شركه اندرسون؟ اندرسون تروح تغطي على الاخطاء. صارت الاخطاء تكبر تكبر لما صار في فيلير كبير. فلما اجت الكوربريت جوفرنانس حكت لهم لا لازم يكون في سيبريشن فصل بين الاوديتنج سيرفيسز وبين الكونسلتيشن سيرفيسز. يعني الشركه اللي تعمل اوديتنج بدها تكون هي شركه غير اللي بتعمل كونسلتيشن. وسنوا قانون، هذا القانون كتير مهم. القانون المهم اللي عملوه اللي هو ساربينس اوكسلي اكت. ساربينس اوكسلي اكت اللي هي بحكي انه it should be separated between the consultancy services and the auditing services. يعني الخدمات تاعت التدقيق لازم تنفصل عن خدمات الاستشارات المالية والفنية والإدارية، لأنه ما بينفع إنه أنا في نفس اللحظة أقدم خدمات استشارية وفي نفس اللحظة أعمل رقابة على الشركة. بصير إيش؟ دوبليكيشنز. بزبطش. طبعًا هذول كانوا هم الآرثر أندرسون هم المسؤولين عن المشكلة هذه. بالتعاون مع مين؟ بالتعاون مع التدقيق الداخلي في الشركة، وصاروا يتلاعبوا في الحسابات ويظهروها حسابات جيدة لما بدأت تصير خسائر في هذه الشركة. اوكي كويس انه كثير تقراوا عن هذا هذه التجربه، تجربه انرون والسبب انه صار في ستريس اون ذا كوربريت جوفرنانس. تمام، في حد عنده سؤال؟ واضح. كوربريت جوفرنانس معروف ايش معناها. الكوربريت ايثكس، كوربريت ايثكس اللي هو اخلاقيات المهنه، انه كيف تطبق اخلاقيات المهنه. مين يعطيني أمثلة على تطبيق أخلاقيات مهنة for instance corporate ethics؟ ها؟ transparency okay ethics. يعني مثلا لو شركة من الشركات كان عندي أنا الاكزيكتيف هذول انا ما بديش واحد منهم الاكزيكتيف، وفي اكزيكتيف اي از هايلي اكتيفيتد واكزيكتيف بي ما عندوش نشاط. فمن ناحيه ايثكس انه هذا از بروموتد اند ذس ذا كمباني مي اسكينج ذس تو امبروف هيز سكيلز. يعني من الطبيعي انه يكون في عندي، لو عندي مديرين في الشركه، مدير بيشتغل منيح ومدير بيشتغلش منيح، فمن الغلط انه انا اشجع المدير اللي ما بيشتغل. فلازم يكون في عندي وضوح، لازم يكون عندي ايثكس، علاقات الايثكس في الشركه. اخلاقيات المهنه بتتطلب انه انا اكون فير مع الاكزيكتيفز. كمان من اخلاقيات المهنه if the executives doing well، اذا كانوا عملوا شغلات للمنشاه منيحه، وبالتالي I should compensate them. لازم انا ايش؟ اعملهم كومبنسيشن. كيف الكومبنسيشن؟ الكومبنسيشن ممكن يوزنج ذا اوبشن رايتس. اوبشن رايتس معناها انه انا اخليهم لهم حقوق لشراء اسهم في الشركه. اكيد قراتوها بالكتاب اللي هي اسمها اوبشن رايتس. اوبشن رايتس تعني لو كان سعر مثلا بالتل، عارفين شركه بالتل؟ شركه الاتصالات، لو كان سعرها مثلا اوكي 6.5 دولار، وكان عندي مدير حقق نتائج غير طبيعيه للمنشاه، نشيط وبيشتغل ومنيح وكذا، فكويس من الايثكس انه انا ايش؟ اعمل له كومبنسيشن، يعني اشجعه. فبنشجعه عن طريق شغله اسمها اوبشن رايتس. الاوبشن رايتس باجي بحكي للمدير اوكي البرايس ناو از 6.5، احنا حنعطيك رايت is option right to buy this stock at $2. نعطيك حق تشتري هذا السهم ب $2.
كويس. يعني هو اصلا لو بدوش يدفع 2 دولار حيكون ربحان كم؟ 4 and half 4.5. So he has a right to sell his option. عارفين كلام هذا بالفاينانس؟ He has a right to sell his option. يعني مثال، لو اجت الجامعة الإسلامية حكت لنا، حكت للمدرسين معكم حق تشتريوا هذا اللابتوب، حق تشتريوا اللابتوب هذا ب 100 دولار. كم؟ 100 دولار. حقه 500 دولار. طيب في ناس أنا عندي لابتوب، I don't need this. فإيش بسوي؟ I use my right to sell the laptop. يعني أنا بستخدم حقي في بيع اللابتوب. أحد، أي أحد في السوق موجود، موجودين option rights موجودة بالسوق المالي. فببيع اللابتوب سعره في الماركت 500 دولار، أنا معي option rights ب 100 دولار أشتري، فأنا بأخذ الفرق بيناتهم اللي هو 400 دولار. أو الحل الآخر بدفع ال 100 دولار وبأخذ السهم أو ال 500 دولار أو اللابتوب أو ال 500 دولار. هاي بسموها إيش؟ option rights. طبعا عدم تطبيق هذه الأمور وعدم تطبيق الكوربريت governance عملت كثير سكاندلز. شايفين هذه سكاندلز، examples of scandals من اللي بسموها الفضائح الإدارية والفضائح المحاسبية. يعني مش بس عندنا احنا موجودة، كمان في أوروبا وفي أمريكا صار عندهم فضائح كبيرة وكلفت الشركات مبالغ ضخمة حتى يعالجوا هاي المواضيع. وبالأخير إنه صار في tightness in the applying the corporate governance، صار في تشدد في تطبيق الكوربريت جوفرنس وفي تطبيق الإيثكس. في تطبيق ايش؟ الإيثكس. نعطيكم مثال على الإيثكس. في الإيثكس مثلا اللي تطبق في الشركات، لو احنا عندنا تو مانجرز، هذه صارت جديده في اوروبا يعني 2011 2012. لو عندنا تو مانجرز جايين بدهم يتقدموا للشركه باعمال، واحد از فروم ذا ميدل ايست اند وان از امريكان، واحد من الشرق الاوسط واحد من امريكا، فهم ايش حيفضلوا؟ حيفضلوا من تاع الولايات ستيتس. فا اكوردنج تو ذا ايثيكال كودز، احفظوها ايثيكال كود، ايثيكال كود، ايثيكال كود. الايثيكال كود هي المفاهيم الاخلاقيه في الشركات. It supposed there is no differentiation between people from the United States and people from the Middle East. ما فيش تفرقة. Okay? It depends on their quality or in their qualifications. طيب نشوف عندنا مثلا في الشركات، لو كان تقدم رجل أو ولد أو بنت to the same function and both of them have the same qualifications, which they prefer, ladies or men's? Men. We don't know. So if they prefer men's over ladies, it means this is unethical behavior. هذا إشي غير أخلاقي. Okay, another example. If some people living in a particular place and other people they live in another place and the big manager is living nearby the one of them, so he or she do prefer another one. This is against to the ethics. So this is ethical codes. This is why in some regulations, when you applying your forms, they don't need you to write down a specific details about your life or about your personal things. يعني في بعض الحالات ممكن ما يطلبوش تكتب اسمك، تكتب اسمك بالطلب، لكن لما تروح للجنة اللي بدها تقابلك انه بيعطوا رقم للطلب. الاثنيسيتي، عارفين شو معنى الاثنيسيتي؟ اللي العرقية تبعتك، your language والreligious، هذه they disappear this، كلها بيخفوها وبيظهروا بس qualifications. اوكي؟ بعد ما يعملوا filtering بتروح على الانترفيو، الانترفيو they just concern of your qualifications. If we don't apply qualifications, it means we are breaking or invading the ethical codes. احنا بنعمل يعني خرق وكسر لأخلاقيات المهنة. اوكي؟ فهذا السبب اللي حتى آخر قضية صارت في فرنسا في هذا الموضوع، انه في بعض الفتيات تقدمنا للمحاكمة
ان هم اقل حظا من فتيات اخريات بتقدموا لل بسموها هذه بالجيستنج سيرفيسز اون ذا فلايت اللي هو خدمات الضيافه في فهم بفضلوا فتيات عن اخريات مضيفات. فواحده فرنسيه قدمت للمحكمه الفرنسيه انه why you do prefer them، اذا انتم بتطلبوا الطول بدرجه معينه، اذا بتطلبوا الوزن بدرجه معينه، اذا بتطلبوا كذا 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 and the qualifications and I have these qualifications so why you don't select me. حتى even the differentiation between ladies themselves، يعني التفريق حتى بين البنات نفسهم، فهذا بسموه breaking the ethics. ممكن كمان في بين الرجال نفسهم ممكن يكون انه اثنين رجال تقدموا لمهنة، واحد بيسكن في مكان واخر بيسكن في مكان اخر and they break the thing is to applying the ethical behavior or ethical consideration. Why? اذا احنا طبقنا الethical consideration على executives وعلى non-executive حتى الemployees we keep the highly qualified people. إذا إحنا بنطبق الكلام هذا بنحتفظ في الهايلي كواليفايد بيبل. إذا إحنا we don't concern about your color, okay, you are male or female, your ethnicity, your religious, other things, we don't care about this and we do focus on your qualifications, so we keep the highly qualified people in our company. This is what Americans, this is what the British, what the Europeans argues. This is what I'm saying, but I don't want to talk about these things because we are online. So the thing, yes, and the هو الأصل الفرنسية كانت شيز كانت يعني سودا، ولما تقدمت للوظيفة هم they lay down her file. Lay down يعني راحوا استبعدوا طلبها. إحنا I'm against this, okay؟ فحسب الإثيكال كود. حسب الإثيكال كود it doesn't matter what is your color, the matter things is your qualifications. بغض النظر شو لونك، شو لغتك، شو شكلك، الهدف الرئيسي إذا إحنا بدنا نعمل تقدم في الشركات تمام just for qualifications. If we fail to locate the qualified people in their places, it means it is the good place to grow the corruption. يعني هذا المكان المناسب حتى الفساد ينمو. Okay? So this is the things. Okay? هذا صعب كثير دير بالكم مش بسيط، حتى على الأوروبيين وعلى الأمريكان وعلى كل العالم، الإشي مش بسيط، مش بس عندنا. Okay؟ ويعني أبحاث كثير أثبتت إنه في ناس كثير بيعملوا للكواليفيكيشنز. واحد من الابحاث شاركت انا وبروفيسوره في جامعه مانشستر، هذا البحث كان بيحكي عن الانفايرمنت فيوليشن مرتبط في الكوربريت جوفرنس اللي هو خرق اللهم صل على سيدنا محمد، خرق الاخلاقيات المهنه. واحد مصري مسلم كان يصلي في اثناء العمل تمام، كان يصلي اثناء العمل فصارت معاه مشكله بيكوز انه هو مسلم they kick him out، طردوه من العمل. وبالتالي هذا نفس المشكله بتصير انه في سموكينج اريا، شوفوا طبعا هو بنى القضيه تبعته على الجستيفيكيشن، حكى لهم انه سموكينج اريا people spending most of their time in the smoking place، يعني ممنوع التدخين داخل المكتب، فبروحوا بيدخنوا خارج المكتب. And they spend from 5 to 10 minutes. I'm spending only 5 minutes praying. إذا كنت تعاقبوا الناس اللي بتدخن برا الشركة، بيدخنوا they're smoking، ليش أنتم تعاقبوني؟ فالقاضي حكم معاه وكانت هذه under the ethical considerations. يعني صحيح فيش معايير للشركة إنه تحكي إنه ممنوع الصلاة، لا. المعايير كالتالي انه طالما انه في ناس بتدخن and spending 5 to 10 minutes out of the building so this guy he's doing his praying his favorite things، لانه هم ممكن بيعترفوش مثلا انه هذا دين، خلاص his favorite things بيعمل شغله اللي بفضلها and they do this.
وبالتالي خسرت الشركة مبلغ مش قليل حتى انه عوضوه لانه فعلا هي كانت breaking the ethical considerations. فلما احنا نطبق الethical consideration حيكون في تحسين في اداء الشركات، حيكون في عندي corporate governance. وضحت الethics؟ في عندكم امثله ممكن موجوده عندكم بالethical considerations؟ امثله بحياتكم بالشركات ممكن، طبعا لسه انتم ما طلعتوش على بيئه العمل، بكره هتشوفوا بيئه العمل حتشوفوا تفريق بالإثيكس، حتشوفوا انه هذا this is ethics and this is non-ethics. اها اوكي هذا against the ethics، هذا ضد الاخلاق. او ممكن مثلا يكون يعني انسان يكون بيعمل بجديه للشركه executives بيشتغل he's working hard، ولما يصير compensation يعملوا تعويض لشخص اخر مش هو. المفروض انه احنا بنعمل evaluation للبيبل according to their performance، فبنروح ممكن الشخص اللي ما بينتج نروح نعطيه مكافآت، والشخص اللي بينتج ما نهمله. اوكي طبعا هذا بيكون breaking the ethicals. اوكي تمام. the investment process، اذا خلصنا احنا the relationship between the financial markets and the economics، خلصنا العلاقة بين السوق المالي وبين الايكونومكس والاقتصاد. اوكي خلينا بس نذكركم فيهم هيك على السريع، واذا حد ما ترجمش يترجم. دور المعلومات information rule، كل ما كانت المعلومات available للناس بيستطيعوا انهم يعملوا evaluation to the business. فالبزنس اللي عنده شركات اللي عندها good future prospects they have opportunity to compete in the markets. يعني اللي عندهم امكانيات كبيره ومعلومات واضحه ومستقبل واضح حيكون عندهم امكانيه ينافسوا في السوق. الثانيه consumption timing. الconsumption timing الناس ببدايه حياتها بيكون الايرننج اعلى من الconsumption، بيكون الدخل اعلى من الاستهلاك. طيب في المراحل المتاخره بحياتهم بصير العكس، بصير الconsumption اعلى والايرننج اقل. اوكي لانه هو in his or her late ages. طب شو الحل؟ الحل انه احنا لما يكون عندنا the higher return so we have or we should invest for the lower return. يعني احنا بنستثمر ال higher return today because our return in the future will be low، حيكون منخفض. So the investment is important. Allocation of risk. Allocation of risk هو توزيع المخاطر. Separation of ownership and management هو الفصل بين الملاك وبين الإدارة. وكمان مش بس الفصل، إنه كل واحد يعرف what is the task. The board of directors setting the strategies. Okay. And the executives are translating the strategies into actions. اوكي بحولوها ل يعني ل لاعمال لافعال. اوكي corporate governance اللي هو الحوكمه and the ethics اللي هو الاخلاقيات. And I give you examples about the corporate governance and about the ethics. اوكي وهي امثله على شركات صار فيها فضائح. Why? Because they don't apply corporate governance and they don't apply the corporate ethics. ما حققوش الكوربريت جوفرنس وما حققوش الايثكس. اوكي تمام واضح يا شو اسمك مي؟ از كلير مترجم. اوكي ذا انفستمنت بروسيس. الانفستمنت بروسيس ات كونسيدر ذا ستيبس اوف دوينج انفستمنتس، يعني الخطوات اللي احنا لازم نعملها حتى نعمل استثمار. خطوات عمليه. يعني لما نحكي عن the investment process هذه it's asking what are the steps.
okay, to do the business or to do the investments. One of the first step is asset allocation. Asset allocation. What it means asset allocation? توزيع الأصول أو تخصيص الأصول زي ما أنتم بتحكوا. طيب how we can do this؟ في أحد بعرف how we can do this؟ asset allocation. أول خطوة إحنا بنقررها وين نستثمر. Asset allocation it means where to invest. أين سوف نستثمر؟ Okay. For instance, we have stocks, we have bonds, we have currencies, we have commodities, we have real estates, etc. يعني عندنا أسهم، عندنا سندات، في عندنا عملات، في عندنا commodities اللي هم لا commodities معناها السلع زي الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، اوكي؟ ريال استيت اللي هو العقارات اتسترا الى اخره. Now the first decision you have to take is where to invest. Asset allocation. To invest in stock, in bonds, in currencies, real estate, commodities, etc. وين احنا بدنا نستثمر؟ فبنحط هدول الفاميليز، هدول فاميليز اوف ذا انفستمنتس. بنشوف هدول الفاميليز وبنشوف بنقرر احنا بدنا نعمل انفستمنت في الستوك ولا نعمل انفستمنت في البوند ولا وين. اوكي ليتس سي وي اجري تو دو انفستمنت ان ستوكس. سو ذيس از ذا فيرست اكشن. اول شغله بنسويها انه احنا بنشوف عندنا الله انا بشوف بفهم بالبوندز يمكن بفهمش بالكرنسيز، عندي خبره بالكرنسيز، عندي خبره بالكوموديتيز، بالريل استيت. فالناس اللي مثلا عندي خبره بالستوكس بروح على الستوكس. هذه اول خطوه عملناها. اوكي then so it shows among broad asset classes. هذول بسموهم asset classes. انه عندنا بوند، كرنسيز، كوموديتيز اند اتسترا. The second step is security selection. In each class, there is a broad investment tools. يعني خلينا نيجي نحكي احنا حكينا على الستوكس، بدنا نستثمر بالستوكس، مظبوط؟ طيب، إذا هدول ما بيلزمونا صح؟ الستوكس. The second question you ask yourself, which stock؟ أي سهم؟ أوكي احنا بنستثمر في الستوكس، بس أي سهم بدنا نشتري؟ يعني if you look at the PSE, you know what it means PSE? Palestine Stock Exchange. If we look at the PSE, سوق المال الفلسطيني, we have many companies. The question is, which company you want to invest? أي شركة أنت بدك تستثمر؟ بالتل، باديكو، AIB, بوب، which company? And why? إذا إحنا بدنا نقرر في الخطوة الثانية which is security selection, which company you want to invest in the family of stocks or in the class of stocks. أي واحدة ممكن تقول بالتل, you want بالتل, you want بوب, sorry بوب, you want AIB, you want باديكو, what you want. So I recommend you to take a look at the PSE.com and see the stocks. روحوا على افتحوا الويب سايت اكتبوا www.b-s-e.bs then see the companies listed in the financial markets or Palestinian financial markets. Okay, so we go to بالتل. استثمرنا في بالتل. Why? Because maybe the Baltel is one of the company fits with my characteristics. لأنه شركة Baltel تناسب الكاركترستيكس تبعتي. And we will discuss what it means this. إذا خلصنا security selection. Choice of which securities to hold within asset classes. أي واحدة بدها تكون في الأسيت كلاسز. Fine. Then
يعني السكيورتي سيلكشن بتشمل عدة خطوات. الخطوة الأولى زي ما أنتم شايفين استعرضنا الشركات في السوق المالي، شفناهم، شفنا بالتل، شفنا باديكو، شفنا اي اي بي، شفنا البي او بي، الاي اي بي، اوكي، وعملنا لهم اناليسز، عملنا لهم ايش؟ تحليل. تحليل كثير، في فاينانشال اناليسز، في ايكونوميك اناليسز، في مانجريال اناليسز، في اناليسز كثير، في تكنيكال اناليسز، يعني عملنا تحليلات لهذه الشركات. هاي التحليلات بتساعدني اعمل اوكي اذا بالتل منيح. بعد ما احنا نعمل التحليلات نعمل ريسك ريتيرن تريد اوف، ريسك اند ريتيرن تريد اوف، نفهم وات ات مينز. احنا هان اخترنا بالتل، اوكي، هاو وي سيلكت بالتل، انت شوفوا هان، ها عند الريسك وهان عند الريتان، هذا الريسك المخاطر وهنا ايش العائد. العلاقه بين العائد والمخاطر هي علاقه ايجابيه، الريسك بيزيد العائد بيزيد، اوكي، سو وين ذا ريسك انكريز ذا ريتان از انكريز، اوكي، زي ما انتم شايفين ذير از ا بوزيتيف ريليشن شيب بتوين ذا ريسك اند ريتان. طيب هلا بنيجي كل ما احنا نطلع لفوق الريسك بيزيد والريتيرن بيزيد. مثلا اللي بيستثمروا في بالتل هم ناس نحكي نيوترال، ما عندهم كثير ريسك وما عندهم كثير مخاطر. بالتل از لوكيتد ان ذيس بليس. سو بالتل از ريفليكتنج ا بارتيكولر ريسك اند ا بارتيكولر ريتيرن for a conservative people، للناس المحافظين، الناس اللي ما بدهمش يتحملوا مخاطر كثير، وفي نفس اللحظة ناس ما بدهمش يكون عندهم عائد منخفض. بالتل بتوزع ديفيدنس، بتوزع أرباح، أوكي، مخاطرها منخفضة وعائدها متوسط أو منخفض. لو إجينا إحنا أخذنا شركة أخرى مثلا، لأنه إحنا مثلا إذا بدك تحكي ألبوم، أوكي، بانك أوف باليستاين، أي دونت نو، ممكن according to you maybe Bob according to you not according to me Bob maybe is higher risk and higher return. So people they may think this is holding high risk so they may avoid the Bob. ممكن يتجنبوا البوب. اوكي زي ما انتم بدكم عائد عالي بدكم تتحملوا مخاطر اعلى. البوب stand for Bank of Palestine، يعني بنك فلسطين. اوكي هذا هو التريد اوف بتوين ريسك اند ريتيرن. تمام؟ نقف عند هذا نقف عند هذا اللقاء الجاي. مطلوب منكم تقرأوا عن efficient markets.